تهدد المسلمين. أكبر خطر يهدد المسلمين. أكبر خطر يهدد المسلمين ليسوا أعداء الدين، أعداء الدين مكشوفين، إنهم أدعياء الدين المنافقون. الأخطار التي أهلكت المسلمين ليس من أعداء الدين بل من أدعياء الدين. والأعداء أيها الإخوة، أعداء المسلمين في العالم ولا سيما في العالم الغربي، كشفوا أن هذا الدين أقوى وأكبر من أن يواجه. ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يفجروه من داخله عن طريق المنافقين. فكل إنسان يغير في عقيدة المسلمين، يغير في عقيدتهم، يحل لهم الحرام، يحرم عليهم الحلال، يبتدع في الدين شيئاً ما أنزل الله به من سلطان، هذا منافق يفجر الدين من داخله. والآن الخطة واضحة جداً ومكشوفة، أعداء الدين يحاولون أن يفجروا حياة المسلمين من داخلهم. كم من أعمال إرهابية ما فعلها المؤمنون ولكن فعلها المنافقون، ليشوهوا سمعة الدين، ليجعلوا المسلم إرهابياً، وهو أبعد الناس عن هذه الصفة أبداً. دائماً الخطر يتهددنا من المنافقين، هؤلاء يندسون بين المؤمنين ويفعلون ما لا تحمد عقباه. والحديث عن هذا الموضوع طويل، يعني كم من أعداء الإداء للدين تزيوا بزي المؤمنين وفعلوا أعمالاً إجرامية وألصقت بالمؤمنين. يعني هذا سلوك واضح متكرر مكشوف. لذلك الخطر الكبير الذي يهدد المسلمين ليس من أعدائهم، أعداؤهم مكشوفون، وليس منهم الحق لا يتعدد، إنما هو من المنافقين. يعني مثلا قطع اليد وحشية، هذا كتاب عظيم، قرآن كريم، هذا كلام رب العالمين، لكن قطع اليد وحشية، لا بد من وسيلة ردع أخرى غير قطع اليد. أنت ماذا فعلت؟ تهدم أحكام القرآن. غاب عن الله عز وجل أنها الوسيلة وحشية ولا بد من وسيلة أخرى. يعني حينما يتزيى الإنسان بزي الدين ويهاجم القرآن، يهاجم السنة، يهاجم رسول الله بشكل أو بآخر، إما بالموضوعية أو بالبحث العلمي الدقيق أو بالنظرة الحضارية تحت هذه الأغطية المضحكة، هذا منافق يهدم الدين بمعول خطير. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا الماء غير فاسد لأنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، كيف نفسده إذا غيرنا لونه أو غيرنا طعمه أو غيرنا رائحته؟ إفساد الشيء إخراجه عن صفاته الأساسية، إفساد الفتاة إخراجها عن العفة والحياء، وبث الأفكار غير الصحيحة إفساد العقائد، يفسد العقيدة، يفسد علاقة الإنسان بالله عز وجل، يغريه بأشياء محرمة. ما في شيء يا أخي، أنت عايش خارج العصر، يجب أن تتنور، أن ترى ماذا يجري في العالم. فلذلك الإفساد واسع، إفساد عقائد، إفساد أخلاق، إفساد علاقات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هم وقحون، يركبون رؤوسهم، يقول إنما نحن مصلحون، يرى الصلاح في الفساد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المؤمن مبارك، يجمع ولا يفرق، يصلح ولا يفسد، يقرب ولا يبعد، يحبب ولا ينفر. ربنا عز وجل دمغهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن
لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. هذه الصفات تمتلئ بها صفحات القرآن الكريم وتكثر في أحاديث الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يعتدون على الكذب في كل صغيرة وكبيرة، ومن صفاتهم أنهم يستأذنون في عدم المشاركة في كل عمل يخدم الإسلام والمسلمين، يعتذرون عن الجهاد، عن العمل، عن قول الحق، عن الدعوة، عن الإصلاح، عن أي شيء في مصلحة. من صفاتهم إثارة الفتن بين الصفوف المؤمنين لينشب بينهم الصراع والضغينة. من صفاتهم أنهم يفرحون إذا أصاب المسلمين مصاب أو أذى، ويحزنون إذا حصل المسلمون خيرا. من صفاتهم أنهم يتكاسلون عن الصلوات. من صفاتهم أنهم لا يصلون الفجر ولا العشاء في جماعة. من صفاتهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. هم شديد البخل في الإنفاق على أمور الإسلام مع كونهم كثير الإنفاق على لهوهم ولعبهم. من صفاتهم أنهم دائم السخرية من الملتزمين بالدين. من صفاتهم أنهم يتحدثون بغير أدب ولا توقير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يكرهون وأحيانا يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يحبون للفاحشة أن تشيع في الذين آمنوا. من صفاتهم أنهم ينهون الناس عن كل معروف ويثبطونهم عن فعل كل خير. من صفاتهم أنهم يأمرون الناس بفعل المنكر ويشجعونهم على المعاصي. من صفاتهم أنهم يخلفون الوعد وينقضون الميثاق. من صفاتهم أنهم يفجرون في الخصام والشقاق. من صفاتهم أنهم يخونون الأمانة. من صفاتهم أنهم يتحالفون مع أعداء الأمة ضد إخوانهم المسلمين. من صفاتهم أنهم يتشبهون بالكفار ويفخرون بذلك ويستحيون من الانتماء إلى أمة الإسلام وإلى المسلمين. من صفاتهم أنهم يكثرون من الخطب الرنانة التي تحمل معاني عظيمة جدا وأخلاق رفيعة، ولكن لا يفعلون منها شيئا. يتحدثون عن الأمانة وعن الشرف وعن الإصلاح وعن الحرية وعن العمل وعن الشورى، بل وعن الجهاد، ولكنهم لا يفعلون من ذلك شيئا أبدا. من صفاتهم أن ذكر الله عز وجل لا يأتي على ألسنتهم إلا قليلا. من صفاتهم أنهم لا يحتكمون إلى كتاب الله عز وجل إلا إذا كان سيحكم لهم، فإن كان سيحكم لغيرهم رفضوا حكمه. من صفاتهم أنهم يفرون في المعارك وعند الأزمات. من صفاتهم أنهم يظهر عليهم الهلع الشديد والرعب الدفين عند أول احتمال لحرب أو أول توقع لغزو، وذلك لشدة جبنهم وضعف يقينهم. من صفاتهم أنهم يتوقعون دائما أنهم مقصودون بالحديث عند الحديث عن الأشرار والمنافقين، لعل كلامك عام ولكنهم يحسبون كل صيحة عليهم. من صفاتهم أنهم دائما يتهربون من المسؤولية وينسبون الأخطاء إلى غيرهم. من صفاتهم أنهم يمدحون دائما أصحاب السلطان، فإن ترك السلطان منصبه انقلبوا بألسنتهم عليه. من صفاتهم تضارب الأقوال لأنهم كثير الكذب، فلا يعرفون ماذا قالوا قبل ذلك وبماذا وعدوا. من صفاتهم أنك إذا أعطيتهم صاروا أصدقاء لك وأحبابا لك، وإن منعتهم لسبب أو آخر انقلبوا عليك ونسوا ما فعلته من معروف. من صفاتهم أنهم يقطعون أرحامهم ولا يحفظون حقا لوالد ولا لأخ ولا لابن ولا لعشيرة. ومن صفاتهم أنهم يكثرون من الحلف لأنهم يعرفون أن الناس لا يصدقونهم، فيقسمون ببساطة على الكذب ويحلفون بالله دون اكتراث. لو عدت دولك هتلاقيهم 30، فهذه 30 كاملة. أنا عايزك ترجع تاني تسمعهم مرة واثنين وثلاثة وتفتش كويس في نفسك. اوعى تكون فيك واحدة منهم. إياك أن يكون في قلبك صفة من صفات المنافقين، ولو صفة واحد من 30 صفة دولت، وجايز تلاقي أكتر وأكتر لما تفتح القرآن الكريم وتغوص بين صفحات السنة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممكن تلاقي كتير جدا من الصفات. إياك أن تكون فيك صفة واحدة من صفات المنافقين، الواحدة بتسحب التانية، ثم يجد الإنسان نفسه في عداد المنافقين، ونعوذ بالله من ذلك.